إذن قدمنا للمحللين الماليين والصحافة اليوم نتائج مجموعة تجاري وفا بنك لسنة 2017، ووصل وصلت نتيجة المجموعة إلى 5.4 مليار درهم، وهي بارتفاع نسبة 13.3%. وهذا الارتفاع راجع أولا للبنك في المغرب، حيث تحسنت وضعية القروض وتم ارتفاع القروض بنسبة 4.5% مقارنة مع السنوات السابقة اللي كان فيها الارتفاع فقط بنسبة 2.5%. وكذلك كانت حصيلة جيدة في المغرب بالنسبة لبيع المنتوجات البنكية في الوكالات. والسبب الثاني راجع للبنوك خارج المغرب اللي شافت ارتفاع نتيجتها بنسبة 15%، وهذا راجع لعدة عوامل. فحسب البلدان كان تحسن في كلفة الخطورة المخاطر، وكان كذلك نمو بالنسبة للقروض والودائع. والسبب الثالث هو إدخال تجاري وفا بنك مصر، هو الاسم ديالها تجاري وفا بنك إيجيبت، لأنه بنك مصر موجودة في مصر فما قدرناش نسجلوا هذا الاسم. إذن إدخالها في مجموعة تجاري وفا بنك، لكن هذا الإدخال كان فقط في مدة محدودة إلى 8 شهور، لأنه تم اقتنائها في شهر ماي، وكان هذا الاقتناء ممول من طرف انخفاض اللي سجلناه في نسبة المشاركة في وفا أسيغانس اللي دازت من 80% إلى 40%، وهذا وقع في شهر ديسمبر 2016، حيث أنه الانخفاض كان في مدة 12 شهر، أما مساهمة تجاري وفا بنك إيجيبت النتائج كانت في مدة 8 شهور، ولكن رغم ذلك فكانت حصيلة هذه العملية إيجابية بالنسبة لنمو النتائج لمجموعة تجاري وفا بنك، حيث أنه بدون هذه العملية كان غادي يكون ارتفاع نتائج فقط 11.3%.